في ظلال الهدي النبوي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: خبأت لك خبيئة. قال: الدخ. قال: اخسأ فلم تعدو قدرك. قال عمر: ائذن لي فأضرب عنقه. قال: دع، إن يكن هو فلا تطيقه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. الحديث رواه الإمام البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري بالسند الصحيح المتصل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: خبأت لك خبيئا. قال: الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر رضي الله عنه: ائذن لي فأضرب عنقه. قال: دعه، إن يكن هو فلا تطيقه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد صاف: خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. أراد أن يقول الدخان، فلم يستطع أن يقول ذلك تاما على عادة الكهان من اختطاف بعض الكلمات من أوليائهم من الجن. فعادة الكهان أن يختطفوا بعض الكلمات من أوليائهم من الجن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الزجر والإهانة: اخسأ، أي اسكت صاغرا مطرودا، فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: إذن لي فأضرب عنقه. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: دعه، إن يكن هو، يعني إن يكن هذا الشخص هو المسيح الدجال الذي سينزل في آخر الزمان والذي يبتلى به العباد، وهو من علامات الساعة الكبرى، وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ به في كل صلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمقرب. يقول ذلك عقب كل تشهد ويستعيذ بالله من الدجال. فسيدنا عمر رضي الله عنه حسب أن هذا الذي كلمه ورد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا له: اخسأ، أي اسكت صاغرا مطرودا، فلن تعدو قدرك. قال عمر: ائذن لي فأضرب عنقه. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: دعه، اتركه، إن يكن هو، أي إن كان هذا الرجل هو المسيح الدجال، فلن تطيقه، أو فلا تطيقه، أي لأنه إن كان سبق في علم الله أنه يخرج ويفعل ما يفعل سيكون، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. وهذا الحديث جاء في باب إذا أسلم الصبي فمات ليصلى عليه أيضا في كتاب الجنائز، أورده الإمام البخاري هناك، وهو يدلنا على أن من علامات الساعة
ظهور المسيح الدجال، وظهوره يكون فتنة، وقد استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من فتنة المسيح الدجال، وعلمنا أن نستعيذ من فتنة المسيح الدجال، وكان يقول عقب كل تشهد في كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظلال الهدي النبوي، اللهم صل على سيدنا محمد. دكتور أحمد عمر هاشم خالد الشافعي، اللهم صل على القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم عرضا لبعض البرامج والفقرات ليوم السبت 28 من شهر شعبان من عام 1440 من الهجرة النبوية، الموافق 4 من مايو من عام 2019 من الميلاد. إخوة الإيمان، بعد هذا العرض يقدم عماد الدين عبد الخالق خواطر الإمام للشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم. في تمام 8 تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي الحجر والنحل للقارئ الشيخ محمد محمود عصفور. في 9:45 نتابع رحلتنا مع المصحف المرتب برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، ويرتل ما يتيسر من سورتي المؤمنون والنور. في 9:05 فقرة من الختمة المجودة للقارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي من سورة المائدة. في 10:00 فقرة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود علي البنا، ويرتل ما يتيسر من سورتي النور والفرقان. فؤاد حسان يقدم مفاهيم إسلامية في 10:30 ويدور الحوار حول استقبال شهر رمضان بما يليق به مع ضيفه الدكتور الشحات السيد عزازي. في 11:45 فقرة من المصحف المرتل لما يتيسر من سورتي الفرقان والشعراء. علوم السنة في 11:15 ضيف اللقاء الدكتور السيد إبراهيم متولي أستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، يدور الحوار حول صحيح الإمام مسلم. من المكتبة الإسلامية في 12:45 تقديم كمال نصر الدين. إخوة الإيمان، أذن الظهر يحين موعده في 12:08، بعده تلاوة للقارئ الشيخ إبراهيم المنصوري من سورة يوسف. أحمد حفني يقدم من مأثورات الصحابة.